لقد ذكر رئيس الجمهورية التزامنا بتحضير الجيد وانعقاد القمة العربية في موعدها في شهر مارس القادم إن شاء الله في الجزائر. وأكدنا هذا للأمانة العامة لجميع الدول العربية، ونعتقد ونعتبر أن هذا حق الجزائر وواجب الجزائر في آن واحد. حق الجزائر على اعتبار أن من منطلق التزام الجزائر بالعمل العربي المشترك وبنصرة القضية الفلسطينية العادلة، كان لزاما علينا أن نستضيف هذه القمة بوصفها فرصة ثمينة لتعزيز التضامن جمع الشمل أولا، وتعزيز التضامن والتخفيف من الخلافات بين عدد من الدول العربية، وبالورط مفهوم واقعي، مفهوم بناء للعمل العربي المشترك.